كل سنة وانتم طيبين. معانا اول يوم رمضان واول سحور في رمضان. وفاء زي ما وعدتكم قالت لي لازم ننفذ وعدنا للجمهورية ونشاركهم اغلب لحظات رمضان معاكم ان شاء الله. وندى طبعا كله صاحي، محمد وبلال ووفاء. بصوا وفاء قاعدة حتى ايديها على خدها عشان طبعا كان معاد نومها دلوقتي. بس هي وفاء عايزة تصوم، وقلت لها وفاء عشان تصومي لازم تتسحري، فهتتسحر معانا وكلنا هنتسحر، ووفاء برضه هتنفذ وعدها ليكم. دعانا عليكم بالخير يا رب، وبالفرح كله للناس كلها يا رب. يا رب الحمد لله، ربنا الحمد لله عاد علينا رمضان، وربنا قدر لنا ان احنا نحضره تاني. وفاء اهي زي ما وعدتكم برضو مجهزه العده بتاعتها، علشان النهارده ان شاء الله هتشوفوا معاها تفاصيل اللي قالت لكم عليها تشارككم. شايفين الجمدان طبق فول بالطحينه جامد اهي. اول حاجه هتعلمها لكم وتوريها لكم. انا مش بعلمكم، انا بشارككم يعني عشان تاخدوا مني افكار زي ما انتوا بتطلبوا. طبق الفول المصري بالليمون والزيت الحار، وفاء ما حرمتناش منه برضو السنه دي اهوت. ربنا مش حرمنا من حاجه الحمد لله. ونادى بتقشر لنا طبعا، هنعمل بيض مسلوق. شاطره يا نادى، تسلم ايدك. وفاء مروقه علينا خالص، عاملين لنا طبق زهريه ال انا بحب اهتم بالخضار في السحور واهتم بشكله عشان الاطفال يتسحروا، لان العقل الباطن لما بيتسحر بيقتنع ان هو قادر على الصيام، لما بيتسحروش بيقعدوا يقولوا لا انا جعان، لا مش قادر، فكده هم مالهمش حاجه. اكيد طبعا. وصلنا عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان في السحور بركه. اي حاجه هنعملها في رمضان ان شاء الله هنشارككم بيها ان شاء الله على قد ما نقدر، بس تشجعونا بلايك للفيديو علشان التصوير هيبقى متعب ومرهق جدا، وهيبقى عندنا انشغال كتير زيكم بالظبط. الصيام متعب الصيام، بس ان شاء الله هنشارككم. هنحاول، فانتوا تشجعونا بلايك، لان هو ده اللي بيبين اذا كنتوا حابين الفيديو ولا لا. عن يونس بقى ايه غايب عننا عشان نايم، ما رضيناش نصحيه كده كده. مش اي كلام، المفروض هو اللي يصحينا. مسحرات يا وانت يا جماعه. ما رضيناش نصحيه، قلنا لا خليه لما يصحى براحته. ممكن والله اول ما نبدا ناكل نبص نلاقيه صحي لنا على طول. كل شيء جايز مع يونس. واساسي برضو بعد السحور لازم نختم بالزبادي ده عشان يرطب على قلبنا، ما نحسش بحموضه في الصيام ولا اي تعب، بس مش ده كله، معلقتين. عايزين بقى يا اولاد ايه ندعي ربنا انه يقوينا، لان طبعا الصيام مش سهل. هو برضو ايه سهل وكل حاجه، ولكن برضو مش سهل قوي. هو اول يوم بس اللي بيبقى صعب، بعد كده الناس بتتعود وخلاص. ربنا يستر. عايزين ننام طبعا، انتوا عندكم مدرسه الصبح. ربنا يعينكم. مدارس الصيام. وربنا يعيني واقدر اقوم الصبح امشيهم ان شاء الله، لان انا بوصلهم. بس دوق الجبنه موطه وخيار وطحينه دي هتعجبك. وفلفل. فيها فلفل ايه، حامي ولا لا احمر؟ لا مش حامي قوي، قرن اخضر بس مش حامي قوي، مع حته خيار ترطب بقى يا عيني. لا مروقه عليكم في السحور صراحه. بسم الله. على فكره احنا الغداء حاولنا ان احنا نتغدي بدري على قد ما نقدر عشان نقدر ناكل، لان طبعا احنا في العادي بنتاخر في العشاء او في الغداء اللي هو في الايام العاديه، فبدرنا النهارده على قد ما نقدر بحيث ان احنا عاملين حسابنا ان احنا لما نيجي نتسحر يبقى عندنا نفس ناكل. انا بقى هعتبر سحوري هو فطوري، يعني همشي بالنظام متشقلب. انت عندك بقى نظام بقى وهتروشينا بقى بالدايت. بص العيش ده انا عامله، لو جيتي في الفطار قلت لي انا عامله دايت انا ليش فيه، انا هبقى صايم. لا هاكل لكم والله، بس هاكل بكميات معقوله. انا هبقى صايم مع نفسك انت اعملي يعني لوحدك صايم واحنا كلنا صايمين. ماشي، بس الاكل عايزين سفره محترمه كده. معرب معاك من دلوقتي اهو، بالذات اول يوم. اول يوم ده بيبقى حفله. بيبقى اصعب يوم عند الناس كلها، لازم اول يوم ده يبقى حفله. يعني كل الناس لازم من اول رمضان لازم يكون في محشي. لا محشي لا، ابوك لسه واكل محشي من يومين. لا انا مخطط لامك ان شاء الله، مرتب لها على ايه في كام اوردر كده هطلبه منها، اديها ورقه مكتوب فيها ايه الاصناف اللي احنا عايزينها. تبتدي كسل من دلوقتي اهو، ولا اعملي لي شاي تقول لي شاي ايه انت هتنام. هتسهرني ايه؟ انا بحب القهوه مش هشرب قهوه. ماليش دعوه بيكي، مش من اولها بقى، انا راجل ابقى صايم معايا شاي. الله يبارك لك، هدعيك وانا صايم وربنا. انا هدعك المواعين انا. ده عايزه تغير كل حاجه، تقول لي انا مش هشرب قهوه وهشربها بعد الفطار. انا مالي ومالك يا ستي، عايز استغل رمضان استغلال. استغليه براحتك انت على مزاجك، انا مالي. ولا هتعيط امال بقى اما تصوم بقى تعمل. انا عايز اشرب شاي. لسه ما صمتش. انا جعان. انا ما عرفتش اكل على فكره والله، يعني انا كنت بقول لكم لسه من دقيقه ان احنا يعني اتاخرت، بس انا جيت اكل لقيت نفسي مش عايز اكل، فربنا يسهل ونتعود بسرعه. السحور يعني صراحه اول يوم ده بيبقى صعب. احنا طبعا ايه هنشرب الشاي واقعد شويه، بعد كده ايه نصلي الفجر وننام ونكمل معاك اليوم ان شاء الله. انا شايل هم المدرسه، كنت عايز انام للمغرب صراحه. صراحه كنت عايز انام، انا خايف. وانا ما كنتش في مدرسه كنت انام المغرب برضه. خايف.
يلا ربنا يقوينا ويعيننا يا رب. طبعا الواحد بيهزر ان شاء الله ربنا بيقوي، والنية الحمد لله ادام محطوطة للصيام فربنا بيعين الواحد. بتقوم ولا ايه؟ سيبه بيشحن. ما يشحن. انت خايف عليه من الحسد؟ ما بخافش ولا ايه؟ كل يا حبيبي. كلنا قمنا ومش راضي يقوم. هتصوم؟ اه. هو باين عليك. هو باين عليك. ميه واكل، عليكم بالميه والاكل في السحور. لا غلط والله، طلع غلط. لا مش غلط والله، غلط ان انت تشربي ميه كتير. بياكلوا ويشبعوا ويشربوا ميه كتير. لما بتملي بطنك ميه كتير فالميه يعني البطن بتتعود على ان فيها ميه، فبتخلص الميه. فتيجي على الظهر على العصر كده تلاقي ان في نقص شديد في الميه. الجسم بيخزنها كتر الميه حلو. براحتك. الحرور كتر الميه حلو. انت سمعتي كلام امك؟ مع نفسك بقى. صباح الخير. كنت خايف منه حصل. هو النهار طبعا في رمضان بيبقى صعب، ما نمتش نص ساعه على بعض، نايمين متاخر وصحيين بدري عشان مدارس. كان ينفع يغيبوا؟ كنا غيبناهم والله. مش هنغيبهم بقى عشان نلتزم صح؟ طيب انا فقت. كملي صيام؟ شاطر. صوم. يلا جهزي حاجتك يلا. صباح الخير يا ندى. صباح الخير يا محمد. صباح النور. صباح الخير يا بلال. صباح النور. ولا عملوا لانش بوكس ولا زمزميه ولا اي حاجه، ولا جهزوا اي حاجه لها علاقه بالاكل ولا الشرب، صايمين فقاعدين بدري بقى اللي هو ايه، مش لاقيين حاجه يعملوها فقاعدين بقى. بعد كده لما نتاخر نص ساعه في الصحيان ساعه الا ربع، اتاخروا ساعه الا ربع. بحبح ايدك في النوم شويه عشان كده مش هينفع. يلا ربنا معاكم ويتقبل صيامكم ويجعل لكم الاجر مضاعف يا رب. يلا مع السلامه. عايز حاجه من بره؟ لا سلامتك، عندي كل حاجه. طبعا هو مش هيروح بالعربيه الكبيره، خارج بالعربيه الصغيره لما كنا مش معاهم بياخدوا الصغير. زميتكم انا مش لسه سائلها وانا بوصل الولاد، عايزه حاجه من بره ولا لا؟ قالت لي لا. قاعده فاضيه بتفكر بقى في اي حاجه تخرج تجيبها، يقول لي ضيع الوقت. مش انت قلت لي هنعمل كنافه وقطايف؟ اه كنافه وقطايف، تروحي مخرجاني الساعه 9 الصبح. خليك تعمل لي فرن وتتعب، هخليك تجيب لي واحد جاهز انا شفته في السوق، احنا بنجيب حاجه رمضان والله. ايه يا فتاح يا عليم، اللهم اني صايم. اللهم اني صايم. احسن حاجه بقى ان ايه، مفيش حر، الجو عندنا لسه شتاء، ومعايا وفاء بتسليني بتوديني مشاوير مش معروفه هي بتاعت ايه اصلا. اه فان شاء الله يبقى يوم جميل النهارده باذن الله، يعدي على خير. انت كده بتاخد حسنات اهو، بتجيب لي اللي انا عايزاه. بجيب لك اللي انت عايزاه فباخد حسنات؟ اه ماشي، عمل خير اهو. صدقه يعني. انت تجيبي اللي انت عايزاه وانا من حقي اطلب المنيو اللي انا عايزه في الفطار. عايزه تجيب البتاع ده، مش عارف بتقول لي هتعمل بيها ايه، عيش ايه وصاج ايه، كلام غريب انا مش فاهمه. بس صاج كده وصام ازاي؟ غيظ مش عارف، هو حاجه تركي كده بتتعمل. هنعمل عليها حاجات كتير. ماشي ماشي، انا هطوحها اهو قدامكم واخليها تجيبه. ماشي، وانا من حقي ايه نروح عند الجزار واطلب بقى واتمنى. اوكي خرشوه ماشي. اعمل حاجه اهوت عمال يقول لنا الحلل اللي عندي دي من مصر، يقول الحلل دي كلها تصنيع مصري. مصر اهو ما شاء الله بتصنع حلل اهو. الراجل طيب ومحترم، الراجل ده 100 100 وعنده الفرن. بصوا عنده فرن بس احنا مش فاهمين طريقه تشغيله، بيقول لنا ان هو بيشتغل بالكمور اللي هو الفحم يعني، فاحنا بنحاول ان احنا نفهم يمكن ينفعنا في اي حاجه. شكله حلو والله العظيم، تحس ان ايام زمان. اه شكله يعني غير اللي عندنا، احنا كان عندنا فرن بلدي كده اللي كنا بنعمل فيه الفطير والكلام الجميل اللي كنا بنعمله، فبنحاول نفهم دوت بيستخدم ازاي. بس لسه وفاء متردده ما خدتش القرار، بس عنده منتجات جميله طبعا. كل الكلام ده انتوا عارفينه. طيب هي عايزه تجيب ده كهربا، نفس التاني بالظبط بس بدل الغاز كهربا. بصوا يا جماعه الابواب قد ايه، مش هتكفيني خبزه واحده. الفكره كلها ان ده علشان خاطر متنقل، لو احنا حبينا ندخل الغابه نعمل فسحه ولا حاجه بنتنقل بيه، لكن ده محتاج كهربا ما يشتغلش غير في البيت. صح. بس هو ده الفرق، فانت شوفي على احتياجاتك ايه. عندي قدامك المحل كله اهو، براحتك اللي انت عايزاه، وعم الحاج مش هيأثر معاكي، راجل 100 100. بصوا بقى شبطت في ايه تاني، بس انا طوعتها وهت ايه هتنفع للمنيو اللي انا هطلبه منها. بص الفرن اهو، فرن جميل. بصوا بيبقى كده الاكل جواه كده اهو، بيتقفل ويتضغط يعني، هو زي نفس فكره حاله الضغط بس فرن. اه بس فرن بقى وكهربا يشتغل من فوق ومن تحت. عشان اعمل لك الاوردرات اللي انت طالبها مني؟ لا انا طالب منك النهارده اوردر عالمي. ده انا هبهرك النهارده بطلباتي، وانا طلباتي مجابه النهارده، اول يوم بقى من حق اطلب اللي انا عايزه. اللي انت عايزه. اه. بس يا جماعه مش عارف هي حنت ليه؟ لايام زمان وجابت البوتاجاز ده. عايزين نفتكر ايام الباكور. ايام الباكور. ايام والله العظيم، حد انا على صوته.
ولا بتتدفع عليه؟ بتدفع عليه. طيب هي دي جابته برضو قالت ايه عشان لو حبينا ان احنا نعمل حاجه متنقله، لان انا لما قلت لها دي مش متنقله قالت لي خلاص نجيب المتنقل برضو عشان ما يبقاش ليها حاجه تطلب الاوردر من هنا ننفذ لك من هنا. فحلو برضو جبناه رخيص مش غالي وامان، جربناه لقيناه ايه جميل يعني. خلاص حاجه تاني من هنا؟ لا كده يلا بقى علشان بقى ايه نروح بقى نجيب بقى المنيو بتاعه وحاجتي. ايه دخلنا السوق، سوق الخضار واللحوم والفاكهه والكلام ده، يعني السوق العبور بتاع تركيا يعني. اطلب بقى المنيو. المنيو بتاع النهارده ان شاء الله اول حاجه كده ايه، اول حاجه اول طبق الرئيسي فخده. خش على الجزار كده بقلب جامد، خد لنا فخده ضاني ماشي. سويها في الفرن الجديد. سويها في الفرن الجديد بقى نستفتحه. كنت عامله رقاق، كانت عامله هي رقاق في الفرن اللي كان عندنا، عملنا صينيه رقاق برده كده باللحمه المفرومه. وايه تاني يا حمدي؟ ايه تاني؟ مش هيكفي اللي انا قلته ده، مش هيكفي. لا كده حلو، مش هيكفي. لا لسه يعني ممكن انت تبدعي بقى. انا بس هما الاثنين الحاجتين دول اساسيين، واللي جنبهم بقى طبعا بقى شويه سلطات، جنبهم شويه سلطه الطحينه، معاهم لسان عصفور، الكلام ده كله. جزار عربي. جزار عربي وبتاع الفراخ عربي وبتاع الخضار عربي، كلهم عرب. كلهم هنا عرب. جيب لي بقى الفخده اللي انا قلت لها عليها، مش هتحرمني منها اهو. عنده بقى طبعا كل ده طازه مدبوح لسه طازه، منبر اهوت والراس، عنده كل حاجه. خدت منه حاجه. الله ينور عليك، الله ينور عليك، رمضان كريم. تيجي تفطر معانا بقى بجد والله، مش عزومه راكبيه والله. حمدي جاب وفاء الحمد لله، ما تاخرناش عليه، كان عمال يقول لي هنتاخر عليه. عامله سمكه ده اللي في ايدك ده، وريني كده. الله حلو قوي. بس الصلصال ده ولا ايه؟ ده بالونه. ايوه محطوط جواد ايه؟ فطرتي ولا صايم؟ صايمه لسه. واصحابي كمان كانوا يشربوا وانا ما شربتش ولا نقطه. شاطره جميله. هم صغيرين، هم شربوا. طب وهم جابوا لهم الفطار بتاع كل مره؟ برضو جابوا لكم فطار النهارده؟ وانت ما رضيتيش تاكلي؟ لا دي كنت جعانه قوي. يعني هم شربوا وانتي لا، فعشان كده انت صايمه؟ يعني هي كده فتره الفطار بس ما شربتش. يعني انت صايمه ميه يعني؟ صايمه ميه بس؟ يعني انت صايمه ولا مش صايمه؟ صايمه. ازاي وانتي اكلتي؟ مش جبتلي فطاركو؟ هم اللي يدوني بقى، هم هما اللي شيلوا الذنب. انا نيتي ان انا صايمه، هما اكلوني غصب عني. لا يا وفاء، المفروض كنت تقول لهم ان انت صايمه. لا ما تقولهاش كده يا وفاء، سيبيها هي تفطر. لا يا صغيره. لا مش صغيره. لا صغيره. انت عندك كام سنه؟ عندك 7 سنين ولا 6؟ عندها 6 لسه. 6 سنين. لسه 6 سنين. بس برضه تتعود حتى للعصر. بس صامت كتير برضه، ما هو للظهر اهو. شاطره يا وفاء. قلت لك هم شربوا ولا لا؟ يعني الاكل اللي عادي. مالكيش حجه اهو، حاجتك كلها جات لك وما شاء الله بقى معاكي معدات مطبخ. بصي ولا عايزه تفتحي مقطع ما تفتحيه. ماليش حاجه صراحه. هشوفك بقى بتتشقلبي في قلب المطبخ كده اهو. وبصي بص لقيت ايه في السوق؟ لقيت السلك بتاع زمان، حنيت لي كل حاجه بتاع زمان جبتها، كنت بدور عليه. ما تغيريش الموضوع، ما تغيريش الموضوع. انا عايزك بصي تتشقلبي كده اهو. ايوه الفخده هي جت اهي، الفخده هي دي اهم حاجه في الموضوع. ايوه عايزه بقى ايه تعملها لنا بقى في الفرن الجديد ده اهو. ماشي ما اعرفش بقى، انت اللي قلتي هتنفع وانت اللي جبتيه. بسم الله. بصوا بقى لا كبير يا حمد ما شاء الله كبير. لو على العظمه دي عادي اكسر. هتشيك بالجرد. يا عيني يا عيني. اتضغط بقى وايه مالكيش حجه. ها يلا هتعملي ايه الاول؟ انت كده قلت عايز الرقاق والفخده صح؟ ايوه. شويه بقى لسان عصفور، شويه ملوخيه، رقاق اللحمه المفرومه. ماشي يلا بينا. يلا بينا. تبتدي بايه؟ هتبلها هي اول حاجه عشان تتشبع من التتبيل. بس مش بدري دلوقتي، لسه بدري. لا براحتنا عادي، يا دوبك الظهر بيأذن. يلا الظهر بيأذن، نصلي الظهر. يلا بعد كده اشتغل. تبلت الفخده بعد ما خلصتها. بص حطيت بقى اللي عاملاه، وحطيت كمون وكزبره وبهارات كفته، وحطيت زعتر، وحطيت بقى فصين توم كده مع بابريكا عشان تديها لون حلو. هي بس التتبيله دي مختلفه عن اللي انت بتعمليها، حاسسها انت حاجات جافه صح؟ كلها حاجات جافه مع شويه زيت زيتون بس، يعني اي بهارات انت بتحبوها، زعتر، اي بهارات، كزبره، اي حاجه انت بتحبوها مع شويه زيت زيتون، يعني بسيطه خالص كده. والبابريكا طبعا عشان تديها لون وطعم حلو. حلو قوي. ده ورق اللي هو الزبده. هغلفها بورق الزبده كده الاول عشان في ورق الفويل ما يتفاعلش معاه، ونضغطها حلو بقى بالفويل عشان ما تطلعش اي حاجه.
بص شويه عجين كده عملتهم علشان ما ايه ما عندهاش وقت بقى ان احنا نولع بره، فهتخبز العيش هنا، عيش هيبقى مختلف عن اللي هي بتعمله. هو مش عيش صاج ولا عيش بلدي، يعني حاجه بين البنين كده سريعه. اه عيش ايه يعني؟ تركي. بنسميه عيش وفاء. عيش وفاء. يبقى هتجرب تجربه جديده وهنشوف معاكم بقى ايه اللي هيحصل مع العجينه ديت ومع ايه الفرن الجديد ده، هو اللي هو ده هو بتاع العيش. اه غلفتها تغليفه حلوه كده تبقى جاهزه على دخول الفرن، والفرن فيه صينيته. ميعاد خروج بلال من المدرسه وصل. اروح اجيبه من المدرسه اشوفه بقى ايه صايم ولا حصل له ايه، بس اكيد صايم، بلال شاطر وبيصوم يعني. الحمد لله على السلامه يا بطل. ايه اخبار الصيام؟ لسه صايم. اه شاطر، انا قلت كده برضو. انا هصوم الشهر كله. اصحابك صايمين في المدرسه ولا في حد فاطر؟ في شويه صايمين وفي شويه فاطرين. يعني في بيفطروا. بس مالناش دعوه بيهم. بس هما تلاقيهم صغيرين برضو، ما انت صغير برضو، بس شاطر انت بتصوم. جدع يا بلال. جبت بلال وجيت لقيتها بقى بتعمل عجينه اهوت والعيش. ايه رايك؟ عيش ابيض ده شكله حلو. جميل ما شاء الله، شكله جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. عامل ازاي؟ ده يتعمل سندوتشات كمان. الله. هو دي ابيض، عباره عن دي ابيض ما فيهوش دقيق بلدي خالص، وبعجنه بميه وخميره عادي خالص زي اي عيش، بس بخلي عجينته مش طريه ومش ناشفه، بس اعرف افردها بالعصايه. بس بقى خلصت العيش عامل ازاي؟ جميل. خبز على قد كده بس حلو. عيش ابيض حلو والله، جميل تحفه. على فكره انا كنت بعمله في رمضان النوع ده، بس بتخنه شويه واحط فيه لبن بودره، يعني نفس العجينه دي دقيق عادي وشويه الملح والسكر، وتضيفوا شويه لبن بودره وتعجنوه بميه عادي وخميره وتسووه بقى، بس بيبقى اتخن من كده، بنسميه عيش رمضان. خزنه بقى كده في اكياس وشيله في الفريز. اللي جايبك هنا يا فاطر؟ امشي بره يا فاطر. يا فاطر امشي يا فاطر. بسيبه يبرد كده وبعد كده تعملوا اكياس بقى زي بتاع السوبر ماركت كده، وكانها هتبيعه يعني. بيبيعوه لنا على فكره، بيبيع لنا الكيس ب5 ليره. جه الدور على ندى ومحمد. يبقى احنا كده ايه قربنا على الايه المغرب. كله بقى خارج من المدرسه ايه دروخ. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اخبار الصيام ايه؟ الحمد لله. زمايلكم صايمين؟ اه. بسم الله. اول تجربه للفرن وانت اللي جايبه معايا، عشان لو حصل حاجه ما تقوليش كده. ان شاء الله مش هيحصل حاجه والوقت بدري وهنتابعها. حتى ده مش عشان حاجه، انا بس عشان يديني ايه علو ما تبقاش منها للميه اللي انا هحطها. الصينيه دي بتاعت الفرن، وهي بتحط ميه كده علشان البخار يبدا ان هو يسوي ايه العريس النهارده، وان شاء الله ان شاء الله نشوف النتيجه مع بعض. احنا بنجرب ومنجرب في يوم صيام، فربنا يستر. اه مجانين. اه حاجه كده احنا صايمين نجرب. بسم الله. خلبي سلام. ايوه نايمي براحته، خليه ينام مرتاح، ياخد راحته ويستريح على الاخره. ايوه ما شاء الله كبير. اقفلي بقى درج المعالق. ايوه ايوه اقفلي عليه جامد عشان ما يجريش. استنى بقى ايه ونتابعه مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل، ويا ترى يا هل ترى. احنا كده مديله تقريبا وقت قد ايه؟ انا كده سايبه له 3 ساعات براحته خالص، فاضل 3 ساعات على المغرب اكون بقى خلصت كل اللي ورايا. اعمل بقى الرز، وما تستغربوش ان انا حاطه ليا في الرز، عشان انا شفت الطريقه دي حد عملها عندنا وعجبتنا وقلت لازم انفذها. لا بيبقى جامد دسم وعايز غذاء بقى ايه، دلعينا كده. حطيت هنا حوالي 50 جرام من اللي واسيبهم لما يسلوا خالص خالص، وهقول لكم بعد كده هنعمل فيهم ايه. وهحط عليهم رشه صغيره من الفلفل الاسود ورشه ملح صغيره، وبعد ما سلوا كده ولونهم اتحول لون ذهبي هشيلهم واسيب الايدين بتاعهم بس في الحله، ونروح نازلين بقى بحته زبده وشويه زيت صغيرين، وانزل بالبصل. بصلتين متقطعين. انا كده بعمل الرز. ها رز بسمتي يا عيني عليك، عشان يليق مع الفخده الجامده اللي احنا بنعملها. ايوه بقى لازم نشوح البصل حلو كده في الايدام القصير ده. اول بقى ما البصل يبدا يصفر معايا كده انزل بجزرايه مبشوره وبرده اشوح فيها مع البصل، وهنزل بقرنين فلفل سلام كده. ويا سلام بقى لو اخضر وصغير كده بيبقى طعمه جميل في الرز. اه انتم ملاحظين وفاء ايه نبره الصوت واطيه خالص والتون رايح في داهيه. صيام مقصر جامد والله. انا اكتر حاجه مقصره فيها مش الاكل والشرب، القهوه. نفسي اشرب قهوه. احسن عشان تستاهل، عشان انت في السحور كنت عماله تقولي لي مش لازم مش لازم. تستاهلي تستاهلي. شربتي في السحور قهوه؟ لا. اجمدي بقى واستحملي بقى، استحملي قراراتك الفاشله. وانا كنت هسهر، خايف اسهر، انا كنت هسهر الفكره وانا نايم. يعني النوم اهم ولا الصداع؟ بص المفروض احط لحمه مفرومه، دي لحمه مفرومه برده بس كنت معصجاها من غير بصل ومن غير حاجه، فانا هنزل بيها كده. طبعا لو انتوا حطيتوا لحمه مفرومه نيه تشوحوها ايه في قلب البصل شويه. يعني تشوحوها الاول؟ اه مشوحاها الاول. ممكن ما تحطوش لحمه مفرومه برده وتعملوا رز من غير ويبقى حلو برده. احط عليها بقى رشه فلفل، واظبط الملح بتاع اللحمه مش ملح الرز، انا بظبط كده ملح اللحمه. لازم يتشوحوا كلهم مع بعض، البصل مع الجزر مع اللحمه.
بعد ما تشوحوا بقى هروح واخده كده نصهم حطهم في طبق. دي بقى اللي هي الكشنه، بس لسه هحط عليها حاجات، كشنه او كشنه ما اعرفش اسمها ايه، بس بتبقى خطيره. احط بقى ورق اللورا واي منكهات للرز انتوا بتحبوها، ده كده اللي هو المسمار او القرنفل زي ما بتسموه، وهيل بقى والليمون المجفف اللي هو اللومي، اي بهارات انتوا بتحبوها للرز ضيفوها في الوقت ده، بس اللي هي السليمه. وهنزل بقى بطماطم متقطعه صغير كده، طماطم متقطعه زي السلطه. بعد ما الطماطم دابت كده مع اللحمه والبصل والريحه بقت فظيعه، هنزل كده بميه مغليه مقدار الرز اللي انا هعمله. نعمل حوالي كيلو، الكيلو بياخد معايا رتل ونص من الميه. لو عايزين تخلوا الرز اصفر ممكن تضيفوا شويه كاري او كركم. اخيرا صحيته. ماشي بس صحي اهوت قبل المغرب بنص ساعه. صحي فين ندى؟ ندى اخيرا صحي النوم. طبعا انتوا حقكم تناموا، بس احنا برضو من حقنا حد يساعدنا، ما احنا صايمين. الحمد لله على السلامة، مش هتكلم عشان المدارس بس. خلاص انا قشرت اللوز، كنت عايزاك تقشره. ومحمد جاي يساعد برضه اهو. بصي شفتي بقى الرصاص والكركديه اللي عاملاها في الثلاجه الثانيه هتيجي. ايوه وانت جاهز التمر، وانت جاهز التمر، وانت يا بلال ما تعملش اي حاجه، بلال خليك نايم من جدع كده ما يهمكش. يلا لا لسه بدري على تجهيز المكان. يا مسهل يا رب. بسم الله. البشاير بدات تظهر. الله الله. مصري مش رقبة تركي، لا ده المصري اللي انا عاملاه في الفرن. خبزاه وعجناه وحشياه باللحمه المفرومه. يا عيني بصوا كله جه يقف ازاي. بص شوف 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 الجوع بيعمل ايه في الناس. شوف الجوع بيعمل ايه في الناس. شوف الريحة بتاعت وفاة بتعمل. شوف المواعين دي مين اللي هيعملها. شوف المواعين دي بتعمل ايه في الناس. شوفوا. انا يا ست هعمل لك المواعين بعد ما اكل. كلنا بعد ما ناكل هنعمل كده اهو. ايوه. بصوا بقى هنا شوية لوز على شوية عين جمل كده عشان ادلع لهم الرز، والكشنة اللي احنا كنا شايلينها من الرز. انا مش فاهم الكشنة، لو حد فاهم يقول لنا هو ايه، انا مش عارف. انا بسمعهم بيقولوا كشنة. بس هي تقريبا حاجة بتتاكل. بتتحط على وش الرز في الاخر. ادي بقى الكركديه هنفطر عليه النهارده حبيبي، ومعايا بقى ايه العشق كله بقى، عرق سوس من غير فلوس. العرق سوس من غير فلوس. يا عيني يا عيني على ابو رغوه، يا عيني منظره ايه. يا ايه ده الالم ده؟ تليفوني مقد. لا ده انت حد عامل فينا مقلب، اكيد مش الاداه. لا مش الاداه، بس هو بيأذن بدري. مظبطاه انت. تليفون ندى اللي مظبوط والتليفون التاني ده مش مظبوط. طب ارموا ده في الزباله ده من لا. طب خلاص خلاص اظبطوه. هو عشان اذن بدري خلاص. اصب يا وفاء على طول. اصب انا خلصت كل حاجه انا كمان. يا مسهل يا رب. ما قدرتش غير الفرده بس بتاخد لون والرز استوى وكل حاجه اتعملت. ثلاث دقايق. استر يا رب استر يا رب، وكل اللحمه استوت والنبي. كل واحد كوبايتين، كوباية كركديه وكوباية عرق سوس. هو دي التمر اهو اللي عايز يمدي. بسم الله. بصوا بقى الرز وجمله وفلفل وكتير ازاي. ما شاء الله. يا ترى بقى الفخدة اتحمرت؟ ان شاء الله تكون اتحمرت واستوت ومية مية بإذن الله. هنطلعها آخر حاجة بس. خلاص خلصنا يلا. والله الرقاق فين طيب؟ الرقاق اهو بتنسى اهو، اهو بتنسى اهو اهو. العادة دي على طول اعمل الأكل. اهو بتنسى اهو، قطعتيه ولا لا؟ اهو متقطع اهو مية مية. شاطرة يا وفاء. فخدة بقى. يلا يا ولاد اقعدوا يا ولاد. اقعدوا يا ولاد يلا عشان المغرب هتأذن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طمنينا كده. سامعين التشتشة؟ انا هروح بيها بيتشال احسن. طلعيها لوحديها. اوعي تتلسع. احنا مبسوطين. اوعي تتلسع. يا عم بوحه. يا بوحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. استنى بقى الكشنه دي. هي دي الكشنه بقى؟ انا زودت عليها بس بقدونس عشان تدي لون حلو كده. ايوه. منظر تحفه. زي الفل. الريحه جامده. فاضل 3 ثواني والمغرب تأذن، يلا يا وفاء. خلصنا كل حاجه. انجزنا في الوقت البدل الضايع كالعاده. قلنا اللي بيعطلنا التصوير. عشان كده بنطلب منكم ان انتوا تشجعونا بان انتوا تضغطوا لايك للفيديوهات علشان نتشجع ان احنا نصور. لا بس انا كل اللي انا وراه خلصت قبل المغرب ما تاذن. ايوه شكرا يا وفاء. تسقيفه لامكم. ربنا يبارك لها في صحتها يا رب. ماتش المواعين هم يدعكوها بقى. طبعا انا همنتج الفيديو ده بعد الفطار مباشره وننزله لكم في ميعاده اللي هو اول يوم رمضان. احنا معاكم صايمين في نفس الميعاد بالظبط، اول يوم عندنا هو اول يوم عندكم، وهنزل لكم الفيديو ده ان شاء الله ان شاء الله اليوم باذن الله. ان شاء الله. يلا يا اولاد يلا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لما ظبطت الكاميرا كنا فطرنا. لا نقول الدعاء برضه ما هو عادي ما فيش مشكله، بس نقول الدعاء عشان ربنا يكرمنا ويقوينا في اللي جاي، لان احنا قدامنا لسه 29 يوم غير ده، هو ده اصعب واحد.
اللي جاي كله سهل. يلا قولوا ورايا: اللهم انا لك صمت، اللهم انا لك صمت، وعلى رزقك افطرت، على رزقك افطرت، ذهب الظما، وابتلت العروق، وثبت الاجر ان شاء الله. يا رب تقبل منا يا رب، وقونا على اللي جاي يا رب، وفرج على الناس كلها يا رب، يا رب افرج على كل المسلمين، وشو كل مريض يا رب، يا رب يا عيني على الرز يا عيني. خلاص بدل ما تقعد تغرف واحده واحده. ايوه حطي حطي يا وفاء، حط الله يكرمك. طب واللحمه؟ هقطع لكم بس. لا انا بقى انا هقوم انا بالوجه ده. لا بس الرز جامد سخنه. يلا خد يا وفاء. سخنه نار عبد الجبار. لا انا هاكل وانا قاعد. ايه اللي انا بعمله ده؟ صعبه انا كده قليل الادب قوي. انا هقطع لكم. هي المشكله انها سخنه بس طعمها ايه؟ كير. نايحه. طعمها جامد. الله ينور يا وفاء. والرز مش محتاج دقوس ولا محتاج اي حاجه. مولعه الطبق كده.